صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 42 لسنة 2023 بتعيين وكيل مساعد في وزارة التنمية المستدامة وذلك بناء على عرض وزير التنمية المستدامة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه تعين الآنسة دانا عماد حمزة وكيلا مساعدا للتنمية المستدامة في وزارة, في وزارة التنمية المستدامة